اخترنا النهارده نعمل لكم القطايف. عجينه القطايف في البيت مقاديرها سهله جدا وبسيطه ولا تاخد وقت ولا مجهود، وهنشرح كل حاجه ان شاء الله واحنا شغالين. وساندرا هتقول لها دلوقتي مقادير عجينه القطايف بتاعتها. عايزه اقول لكم ان القطايف انا طول عمري متعوده كده ان انا اجيبها ايه، مش مقليه ولا جاهزه من المطاعم، بنجيبها مستويه جاهزه من عند الراجل اللي بيعملها، واحنا بقى نحشيها في البيت، نعمل عصافيري، نعمل مقلي، نحط حشوات مختلفه، ناكلها نيه. والحقيقه قدرت قوي عجينه القطايف لما عرفت هي بتتعمل ازاي، واشتغلت كذا مره لحد ما اطلع بالوصفه دي. فيها ميكس كده ما بين ايه، مكونات صحيه ولذيذه في نفس الوقت. مكوناتنا ايه؟ معايا كوبايه دقيق وكوباية دقيق حبوب كاملة، دقيق أبيض ودقيق حبوب كاملة ودقيق سميد، التلاتة قد بعض. معايا إيه كمان؟ كوباية مية وكوباية لبن، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، سكر أو عسل، ومعلقة صغيرة خل ورشة ملح. الخل هيعمل إيه؟ الخل هو اللي بيشغل المادة الرافعة بتاعتي، إن كانت بيكنج سودا أو بيكنج باودر اللي هتستعملوه. طيب السيرب بقى هو اللي احنا بنعمله على طول مع بعض. معنا سكر ستيفيا قد الميه، ومعنا حاجات ايه تدي نكهه لذيذه زي القرفه، القرنفل، الحبهان، قشر البرتقال، او حاجه واحده فيهم تغني عن الباقي حسب اللي موجود عندكم. طيب الحشوات بقى اعملوا حشوات براحتكم. انا هقول لكم اول حشوه بصراحه جدتي كانت بتعملها من واحنا صغيرين جدا، واعتقد دي الحشوه الاصليه في بيوت المصريين كلهم، وهي السوداني وجوز الهند. ويوم ما يبقى يعني اليوم لذيذ نزود شويه زبيب وعسل وقرفه. الحشوه الثانيه فيها جبنه كريمي وفراوله، والحشوه الثالثه عاملاها سبيشال اوردر عشان عيون توته فيها قشطه وفستق. ده الحب كله. قولي لنا مقاديرك ايه؟ طيب تعالوا نشوف مقادير القطايف بتاعتي. كوبايه ونص من الميه، وكمان كوبايه من الدقيق، وربع كوبايه من السميد الناعم، ومعلقه ونص صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره سكر عادي مش سكر بودره، ومعلقه كبيره لبن بودره. المقادير دي لو جربتوها هتطلع معاكم زي القطايف اللي بتشتروها بالظبط من بره، ومش ممكن تشتروها تاني من بره. طيب للسيرب عندي كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه، عود من القرنفل، ويعني واحده قرنفل، وقشر برتقال، وثلاث فصوص من الحبهان، واتنين كده قرنفل لو تحبوا، عود قرفه مش عود قرنفل. توته نايمه خالص بس. وللحشو بتاعي تمر طري وجبنه كريمي وكمان شويه من الفانيليا، ولو عايزين مكسرات ممكن برضو نحط مكسرات. يلا بينا. جاهزه؟ جاهزه. يا انا شايفاكي ابتديتي على طول وانا لسه هرغي الموضوع منحفوا بقى. انا جالهم من الصبح فكانوا عملوا لهم انا عايزه انام مش قادره، بس خلاص طالما ابتديت تحدي ايوه وانا هكتب النهارده ان شاء الله. اكتبوا لنا طبعا على صفحه سفره في لايف دلوقتي شغال، توقعوا مين اللي هيكسب، وتوقعوا الجايزه هتروح لمين. هستنى تتوقعوا. انا هحط كل المكونات اللي نزلت معاكم على الشاشه على بعض بدون اي ترتيب. هضرب الكلام ده كله. انا لسه بحط، انا واخده وقت. راحت فين؟ انا بعمل ايه؟ هقول لكم حالا. تعملي ايه؟ مش هقول لك. تعملي ايه؟ انت عارفه ان انا وقعت في نفس الغلطه تاني وجايبه مكونات برضو تكفي الجيران معانا. بصوا بقى ضربنا المكونات كلها، ويا رب يكون مقدار الدقيق كده ايه زي الفل وما نحتاجش ان احنا لا ان شاء الله هتحتاجي. ايه؟ ان شاء الله هتحتاجي. لا والله حاسه ان العجينه خفيفه قوي. بص انت يا توته شكلك اللعبه. أيوة. انا بجيب ايه بقى؟ الخلاط. بجيب ازازه، ازازه بلاستيك، وبحط بعملها فتحه صغننه كده من هنا عشان اقدر انزل منها القطايف بطريقه سهله. اعملوا نفس الخطوه. هاخد بقى الطاسه. طب انت بتشتغلي على طول بعجينه القطايف مش بتريحيها؟ لا انا بحب في البيت اسيبها ترتاح كده ربع ساعه وبعدين اشتغل بيها، بس دلوقتي وقت التحدي مش هسيبها ترتاح ربع ساعه. حطيتها في ازازه اهي وايه اهو الراحه. مالها القطايف الجاهزه ليه بس؟ ما هي قمر اهي. مالها لطيف ما هي قمر اهي بس دي طلعت منبعجه شويه.
لا مش هتنبعج. هي اول طاسه او اول كام واحده، شوفوا انا بشجع توتا ازاي وبطمنها. قلبك هي اول كام واحده ده قلبك حنين بيطلعوا مش مظبوطين، وبعدين تاني طاسه تظبط. ماشي استنى استنى استنى. ايوه بصوا هي الفكره في ايه، العجينه بتاعت القطايف دي مش ما فيهاش خميره، فيها بيكنج باودر بس، فالبيكنج باودر مش بيحتاج ان انا اسيبها تخمر، فبتطلع مظبوطه جدا. سيبكم من السرياليزم ده، هنظبط ده. هغطيها بقى ب اهو. لا علي سن تعملي، انا مش شايفه انت بتعملي ايه. بعمل شويه قطايف. ماشي شويه قطايف عجب. انا الطاسه بتاعتها كبيره اهي اهي. استنى طيب نملى الازازه تاني يا جماعه اهو. والله يا جمال خالص اهو. استنوا اهي البتاع ابتدت تقول اهي. ابدا بس النار بارده قوي، مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه ازاي. انا هروح اسوي هناك. تعالوا نتغذى شويه في القطايف الطريه الحلوه دي. بصوا 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 أروح؟ بصوا 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 تعالي. ايه ده الله. والله لا اكلك منها يا عم. ما انا مقاديري مالها، مقاديري طريه حلوه ازاي وجميله ولذيذه. خدي بقى شيلي بتوعك دول. شيل لسه ما استوعبتش. مش مشكله انت هتشتغلي في الطاسه دي. ايوه دي جايه تاخد طاستي دي. مطلعلي القطايف قبل ما تستوي اهو. بصوا بصوا القطايف ما استوتش. استوت استوت. طب يا جماعه هقول لكم على حاجه، انا هروح عشان اثبت ان الموضوع مش موضوع طاسه. أيوة. اشتغل في طاسه توته. روح عارفه لو عملتيه هناك وظبطوا ايه طالعه علاقتك بيا بقى بعد الكلمه. مش عايزه اشوفك تاني. اهم طلعوا اهم بمنتهى السلاسه. عندي بتوعي. ايوه بتوعك طلعوا اهم. لا مش انا معايا مقاديري بس شغاله على طاسه توته اللي هي بتدعي. ايوه انها مش شغاله. بس والله عايزه اقول لكم على حاجه، هي القطايف هنا شغاله حلو جدا اهو. طب بصوا كميه البابلز. بصي يا ابراهيم بص اهو اهي. سيبك انتي الطاسه بتاعتك لذيذه جدا حلوه قوي. افرسيني كمان والله. يعني اتكلموا عليها. ظبطالي القطايف ظبطه اخر يوم هتشوفوها. انتوا عايزين التحدي مين اللي يخلص الاول عدد ولا مين اللي يحشي عشان ابتدي احشي؟ انا رايحه هناك. رايحه هناك ليه؟ ما تجيبي دي. ايوه لا ده انا محتاجه مديتيشن 3 شهور قدامي. طب انا هاخد قطايفي واروح هناك. اه دينا سوا. طب انا سايبه لك شويه من بتوعي هناك عشان لو عايزه يعني اي حاجه. عايزيننا نبتدي نعد ولا حاجه يا جماعه؟ عدوا. ها؟ عايزيننا نبتدي نعد؟ واحد. انا شايفه الموضوع مش محتاجه عد يعني. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة توتة. استنوا. تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر. على فكرة مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. سبعتاشر تمنتاشر. مفيش حاجة بعيدة عن ربنا بالظبط كده. 19 اهو. 19 كام؟ 19. طيب هاخد وقتي بقى. 2 4 خليكم فاكرين الرقم. ها 6 ايه ده؟ ما انا 19. 8 ايوه ايوه. 10 طيب. 12 وشلت بتاعتها عشان تعرفوا ان انا 14 يعني انا اقبل بالهزيمة. 16 18 20 22 24 افندم 26. ايوه استنوا. صح صح صح. يلا نحشي. اوكي ماشي. ايه ده ايه ده؟ ما قالوليش ان احنا هنعمل كده. استني الكنترول بيحاول يخلي توتا تكسب. لا
فغيروا التحدي من انه نعمل عدد قطايف اكتر لانه نحشي القطايف. فاحنا بنحشي القطايف عادي. انتي قليتي؟ لا انا هحط في الاير فراير. ايه؟ قولي حاجات عشان فيها حبوب كامله. بصوا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. اهي ابدا. مش هقل. انا قليت اتنين عشان اوريهم ان هي ولا فتحت في الزيت ولا جرى لها حاجه. الله، ما هو احنا كلنا واثقين في القطايف بتاعتك يا توت. يعني ايه الجديد اللي عملتيه؟ ما احنا واثقين ان قطايفك مش هتفتح في النار. بتحاولي يعني تاخدي بنت؟ لا اخد بنت ليه؟ بحاول اضمن شويه في العلبه بتاعتي. ها تحبي اعمل لك شويه عصافيري؟ ولا هرد عليكي. تحبني؟ ولا هرد عليكي. تحبي اعمل لك شويه عصافيري؟ مش عايزه. لا والله. يا جماعه زغروطه انا خلص. خلصتي العدد اللي عندك؟ لا ملهاش علاقه. اكتر عدد نحشي اهو. اصل يعني اهو ما هو انا كده كده العدد بتاعي اقل. لا ما ترفعوش ايديكوا، في تايمر، في تايمر. انت خلصتي؟ طيب اهو عدي. استنوا ودول. انت عملتي كام واحد؟ كله 19. طب استني، 2 4 6 8 10 12 تراني توترت. 14. انا مسامحه، انا مسامحه الكنترول عشان انا بحب توت. عارفين انا النهارده مش كسبانه حرفيا، كنت انا على باب الشقه عشان تبقوا فاهمين. مش عايزه مساعده؟ الف 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 مبروك يا توت. نعديها لك، باركولها معايا. لا مش نعديها، عدوها لها وباركولها معايا. هقفل القطايف. انا هعمل ايه بقى؟ هقليها قطايفي. خلصتها. وانا هعمل ايه في قطايفي؟ وانا تفتكروا هعمل ايه في قطايفي؟ تفتكروا؟ خديهم وامشي، خديهم وامشي، خدهم وامشي. هحطهم في الاير فراير، والشويه اللي فاضلين دول هاخدهم اعملهم شويه عصافير كده. شفتوا هي بتزغرط في الزيت؟ شفتوا؟ وهي بتتدلع في الطاسه. والله لا هفرسك النهارده، هطلع عليكي حلقه البطه والوزه والحمام وكله. صح. لا ملوخيه، لا مش انا اللي كسبت في الملوخيه. مش انا فاكره الموقف الانهزاميه بتاعتي. ليه يا توت انهزاميه؟ مفيش. انت مش جايبه هديه؟ لا عيب عليكي، عيب عليكي. انا بنقي هديتك دي يا توته، وكاني يعني بعمل شوبينج ليا. ماشي ماشي، خلاص خلاص طلعت شريره. مبروك يا توته. شكرا. مبروك يا توته. وعايزه اقول لكم بس ان لا يحصل مشكله ولا حاجه. الله استنى، ده هديتين. استنى، لا 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 استنى، اهو اهو اهو. الله، ده ابرون. ده من الوان توت المفضله على فكره. هلبسه بكره اهو. لا مش هتلبسيه بكره، البسه فماشي خلاص. عشان احنا انا ما عنديش واحد نفس اللون. اوكي احنا لازم نطلع احنا الابرون نفس اللون. خلاص هلبسه في عيش وملح، خليكم فاكرين. هديه تانية ايه؟ لا انا وجودي هو هديتها التانية. هبقى هديها بوسه.